السلام عليكم، وياكم هيثم. اليوم راح نبدل قاعده الدبل لهاي النيسان الفيرسا. تعالوا خلينا نشوفها شلون طاقه. فلاحظ هسه من راح احرك السياره شوف الارتفاع والحركه مالتها ايش قد راح تكون. هسه ايش راح نسوي؟ ننتقل على الجهه الثانيه حتى نشوفها. ما ادري اذا واضحه لو لا، لكن هاي سليمه، هذيك مو زينه. Thank you.